أهلا بكم من جديد. قالت وزارة الداخلية إن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض مع المادة 57 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز التعدي على حرمة المراسلات البريدية والإلكترونية. وأشارت الوزارة إلى أن نظام الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف يتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين، وإذا تم ذلك فسيكون بإذن قضائي.